طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والذي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: مواطن في عدن يبني منزله وسط شارع رئيسي. ومن موقع بي بي سي: يمنية ضمن 100 امرأة في قائمة بي بي سي لأكثر النساء إلهاما. وفي أخبارنا المنوعة: أسرة هولندية تعيش في قبو لسنوات انتظارا لنهاية العالم. أهلا بكم. يتذكر أبناء محافظة إب وسط اليمن 15 أكتوبر 2014، يوم وصلت فيه جحافل الميليشيا الحوثية واحتلت منازلها. وعنونا موقع الصحوانت: 5 سنين من البطش والتنكيل الحوثي بحق أبناء محافظة إب. يقول الموقع إن أبناء محافظة إب يصفون يوم 15 من شهر أكتوبر باليوم الأسود في حياتهم، يوم أن تسلمت الميليشيا المحافظة على طبق من ذهب بعد أن تخلت أجهزة الدولة ومؤسساتها عن مسؤولياتهم. اليوم يبدأ العام السادس لنكبة المحافظة بميليشيا الحوثي، وسيبدأ عام ثقيل مشابه للأعوام السابقة، سمته الجرائم والانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة. كانت الصالة الرياضية المغلقة أول أهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي حطت رحالها في تلك الصالة التي تقع داخل الاستاد الرياضي جنوب مدينة إب، حيث قدمت مجاميع الميليشيا الانقلابية عبر مناطق سمارة والسحول المنفذ الشمالي لمدينة إب، ولم يجدوا مقاومة أو ممانعة من الجهات الرسمية. محافظة إب كانت الهدف الأبرز للميليشيا نتيجة موقعها الجغرافي الهام، كونها تتوسط معظم محافظات الشمال كدمار، والجنوب كالضالع وتعز، والشرق كالبيضاء، والغرب حيث الحديدة والساحل. بعدما خطف الطفل اليمني عمر أحمد أسماع الكثيرين في الوطن العربي، وهو يؤدي بصوت قوي أغنية حبيبي أنت وينك من زمان، لتستضيفه القنوات الفضائية ويحصل على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب. رفض والده السماح له بالسفر إلى لبنان، وطلب مبلغا ماديا كبيرا لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن. وعنونا موقع مسند الأنباء: الطفل اليمني بايع الماء الذي شغل التواصل بصوته يذهب إلى المحكمة بدلا من الشهرة. وقال الموقع أن أم الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات قررت التدخل لإنقاذ ابنها برفع دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان. وقال الموقع: يستعد بايع الماء للوقوف وجها لوجه أمام والده في المحكمة. ونال الطفل عمر أحمد ذو 8 أعوام شهرة فائقة في اليمن منذ اكتشاف موهبته، حيث غزت فيديوهات غنائية أو غنائه موقع يوتيوب، وأبدت المطربة السورية أصالة نصري إعجابها الشديد بالطفل اليمني. المئات من اليمنيين المولودين بمحافظات شمالية يتعرضون للابتزاز بشكل يومي من قبل عناصر محسوبة على الإمارات في عدن وباسم القضية الجنوبية، حيث تقوم تلك الميليشيات بعملية فرز مناطقي وتمارس أبشع طرق الحقد. وقد تعرض أحد أقاربي لذلك وسرد لي تفاصيل سفره الذي استمر لساعات طويلة داخل عدن لوحدها. وقال أحمد الحرازي بمقاله المنشور في موقع مسند الأنباء متحدثا عما تعرض له أحد أقاربه: بعد تجاوز نقطة الرباط المحمية بمدرعات وآليات إماراتية، ظل قريبي محمد لمدة 3 ساعات يبحث عن باص نقل باتجاه المكلا، فلم يجد غير مقعد في حافلة ممتلئة بالركاب. لم تمر 20 دقيقة على انطلاقهم من جولة السفينة من قلب مدينة عدن، وكانت معظم المحلات التجارية حينها مغلقة والشوارع خالية تماماً من الباعة المتجولين والبساطين. الحياة في المدينة ميتة، ويعيش المواطنون حالة من الرعب والابتزاز المتواصل. فبينما كانت الحافلة تقطع المسافات، لفت نظر قريبي في إحدى ثكنات الانتقال كثرة الأعلام الإماراتية وعلم جنوبي واحد ممزق.
سائق الباص يبدو عليه القلق، فبمجرد أن سأله قريبي عن ذلك رد عليه: لن يرتاح قلبي إلا بعد تجاوز نقطة العلم، لأن بين المسافرين من ولدوا في الشمال وأفكر بخطة للهروب. ولأن السائق من قرية ينتمي إليها أحد الجنود الموجودين في النقطة، فقد تمكنا من مواصلة الطريق بعد دفع مبلغ مالي. تجاوز المسافرون هذه النقطة وعلامة الفرحة ترتسم على وجوههم. الجميع فتح تليفونه واتصل بأهله يبشرهم بأن الباص خرج من نقطة العلم بسلام. هكذا عمدت ميليشيا مدعومة من الإمارات على إرهاب المواطنين وإشعارهم بالغربة داخل وطنهم. وصل قريبي حديثه: عندما خرجنا من النقطة المشؤومة باتجاه أبين، كانت الطريق مقفرة، فيها فقط أطفال حشدهم الانتقال لمواجهة القوات الحكومية، تحملهم سيارات أجرة، وبعضهم ينتشرون تحت الأشجار، منهم من يحمل سلاحه الشخصي، وآخر يقف خلف رشاش، وبعضهم يبحث عن طريق للهروب. كان المشهد مرعباً. بعد حوالي ساعة من التوغل في أبين، شرفنا على دخول منطقة شقرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. كان العلم الجمهوري يرفرف فوق إحدى الآليات العسكرية، وكانت فرحة المسافرين من الجنوب أو الشمال لا توصف. وبدأ الجميع يتحدث عن الفرق بالتعامل بين الدولة والعصابة، وكيف كان مرورهم من النقاط، فقوات الشرعية تعاملت معهم بكل هدوء وترحيب وفتحت لهم الطريق بسلام. صباح أمس أحضر رجل جرافة وبدأ إنشاء حفريات في شارع عام وسط مدينة عدن. اعتقد الأهالي أن هناك عملية إصلاح لإمدادات المياه، لكن الرجل بدأ يؤسس لبناء بيت وسط الشارع وفقا لعدن الغد. قوة أمنية تنهي عملية بسط على شارع عام بمدينة عدن. وقال الموقع أن قوة أمنية أنهت عملية بسط على شارع عام وسط مدينة عدن، وقام الرجل بالبسط على الشارع العام بمنطقة السنافر الواقعة أمام مستشفى مكة للعيون عبر أحضار آليات وجرف جزء كبير من الشارع. وقال مصدر محلي لعدن الغد أن قوة أمنية قامت بإنهاء عملية البسط عبر ردم الحفريات وتسوية الأرض. ويفيد الموقع: قوبلت عملية البسط الغريبة من نوعها بسخط واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وعن ذات الموضوع ومحاولة رجل البناء وسط الشارع، عنوان موقع المصدر أونلاين: عدن، جرف شارع رئيسي من قبل أحد النافذين الشمالي المدينة بهدف البناء فيه. وقال سكان محليون وشهود عيان للمصدر أونلاين أن آليات قامت بجرف شارع رئيسي في حي شمالي المدينة بهدف البناء فيه لصالح أحد المتنفذين المحليين. وأضافت المصادر أن الجرف تم في شارع رئيسي قبالة مستشفى، ما سيعيق حركة المرضى من وإلى المستشفى. لذلك قالت مصادر أمنية أن أمن عدن يجري ترتيبات لردم الموقع المذكور ومنع البناء فيه. وخلال السنوات الثلاثة الماضية نفذ قادة في القوات المحلية المدعومة من الإمارات في عدن وآخرون موالون للحكومة المعترف بها دوليا عمليات بسط على أراض ومساحات فارغة في مناطق مختلفة بالمدينة الساحلية. من وجهة نظر يمنية، كتبت أحلام الدميني مقالها عن ما تعتقد أنها مسببات فوز الرئيس التونسي قيس سعيد وتقديرات الشعوب عندما تترك لحرية الاختيار. وأضافت في مقال تنشره بلقيس: ما حصل عليه المرشح الرئاسي في تونس قيس سعيد كان نتيجة عوامل داخلية وخارجية صححت مسار الدولة والأحزاب والشعب لأن يكونوا قادرين على تحقيق المصلحة والوحدة الوطنية. ومن تلك العوامل الداخلية وجود شخصية معتدلة ومستقلة ومتوازنة أثرت في الشعب من خلال خطاباتها ومواقفها ومصداقيتها وثقافتها، كما أن مشاركة من كانوا معه في الحملات الانتخابية من المرشحين من كل الأحزاب للتنافس السياسي والدستوري المكفول والمنظم من خلال المناظرات الرئاسية أوجد قناعة لدى الشعب في اختيار من يريد بوضوح وشفافية. بالإضافة للعوامل الخارجية والتي جاء من أهمها استقلالية المؤسسات كالقضاء والجيش والأمن والإعلام والهيئة العليا للانتخابات
والتي ضمنت للشعب نجاح تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وهنا عرف الجميع قيمة الوطن من خلال تلك التجربة الديمقراطية التي ضمنها لهم الدستور التونسي. فما تقدم به الرئيس التونسي الفائز كشعار الشعب يريد في حملته الانتخابية أكمله الجميع بالوطن، فصار الشعب يريد الوطن، الأمر الذي جعل كلا من الوطن والشعب هو الفائز الحقيقي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي تمثل في بداية رسم خارطة طريق متكاملة لمشروع بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون الذي شارك فيه الجميع، ولكن في ظل ظروف وقناعات وأحوال ومعطيات جعلت الوطن هو هدف الشعب، سواء أكانوا مسؤولين أو أحزاباً أو مواطنين. وهنا نجد أن شعار الشعب يريد الوطن ومن كان يبحث عنه الجميع، ولكن عندما اتفقوا من أجل الوطن. بعد صمت دام لأيام وفي ظل تعدد التسريبات بشأن بنود اتفاق جدة الذي تحاول السعودية فرضه كحل للأزمة اليمنية التي فجرتها الإمارات بعد دعمها لإنقلاب عدن، نفت الحكومة اليمنية بحسب صحيفة العرب الجديد الأنباء التي تتحدث عن تحديد اليوم الخميس موعدا لتوقيع الاتفاق مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، ووصفت التسريبات بهذا الشأن بأنها مشبوهة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية سبا عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجع بادي وصفه الأنباء عن تحديد موعد توقيع الاتفاق بأنها عارية عن الصحة، نافيا بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود مسودة الاتفاق، وأفاد بعدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة. وشدد المتحدث باسم الحكومة على تمسكها بالموقف المعلن من الرئيس هادي بضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة، وقال إن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية ومعبرا عن أحلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها. يأتي ذلك بعدما سربت عن أن الرياض ستشهد يوم الخميس مراسيم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب الأوضاع في المحافظات الجنوبية. في موازاة ذلك كانت مصادر أخرى تتحدث عن خلافات مستمرة وحوار قائم لحلها، كما كشفت مصادر قريبة من الحكومة للعرب الجديد عن تقديم الإمارات تعديلات على صيغة الاتفاق قوبلت بالرفض من الجانب الحكومي، مع تضارب الروايات بشأن الصيغة النهائية التي توصل إليها الطرفان خلال حوار جدة. كشفت بي بي سي عن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، وورد بين الأسماء 17 اسما من البلدان العربية، بينها فتاة يمنية وعنون الموقع. 17 امرأة من البلدان العربية في قائمة البي بي سي لأكثر النساء إلهاما. ومن اليمن حضر اسم المحامية اليمنية سماح سبيع بين 100 اسم، وقالت البي بي سي إن المحامية سماح سبيع عملت بلا كلل في ظروف شديدة الصعوبة منذ اندلاع الحرب في بلدانها أو في بلدها عام 2015. وأفاد الموقع أن سماح تقدم الدعم القانوني لأهالي المعتقلين والمختطفين قسريا وضحايا التعذيب، وقد تمكنت مع فريقها هذا العام من خلال عملها مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان من لم شمل بعض هذه العائلات، ولا تتوقف عن النداء والمطالبة بإطلاق سراح الأطفال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز وبعدم حرمانهم من حق التعليم. عن المستقبل الذي تتمناه تقول سماح: سيأتي الوقت الذي يقتنع فيه الجميع بأنه لا جدوى من الحرب، وبالتالي سيتغير كثير من الأشياء، ومن ضمنها تعديل كثير من التشريعات المتعلقة بالمرأة وبالإنسان اليمني عموما. آخر المسامير في نعش التعليم تحت هذا العنوان، كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في الصحوانت مضيفة: في الآونة الأخيرة بحت الأصوات التي تحذر من تغيير جماعة الحوثي للمناهج الدراسية، وصار الجميع فجأة يستغيث من هذه الكارثة التي ستملأ عقول النشء بالخرافات والأباطيل المكذوبة،
وكأن أمر المناهج التعليمية كان بخير إلى ما قبل انتفاشة الحوثي. الحقيقة أن تاريخ التعليم في بلادنا بأكمله يدعو للرثاء والأسى بسبب عهد الإمامة الطويل في اليمن وتأثر صياغة المناهج اليمنية بسياسة دول الخليج. تأخر اليمن عن ركب العلم طويلاً بسبب الإمامة وحرصها على تجهيل هذا الشعب منذ القدم، ويكفي أنه في حكم المملكة المتوكلية آخر دولهم لم يكن هناك سوى مدرستين، هما المدرسة العلمية أو كلية دار العلوم والتي أنشئت عام 1925 واقتصرت على ذوي المراكز الاجتماعية العليا. وفي نفس العام أنشأ الإمام أيضاً مدرسة أو دار الأيتام بصنعاء وتماثل في مستواها المدارس الابتدائية حالياً. وما عداها طوال سنوات حكمهم لا يعد تعليماً بمعنى التعليم. بعد ثورة 26 من سبتمبر خاض اليمنيون بأبنائهم معركة التعليم الصعب الذي فاتهم كثيراً، وظلت مشاكل التعليم تكبر كلما أقبل على الطالب اليمني عام دراسي بعد آخر. فلا مدارس تكفي ولا مناهج حديثة ولا تأهيل للمدرسين بشكل يليق بالعملية التعليمية أسوة بكل الدول. وأخيراً بلغ طريقاً مسدوداً تحت حكم الميليشيا التي تدأب لممارسة عاداتها المزمنة في تجهيل الشعب بأساليب شيطانية مبتكرة فاقت خبرة أجدادهم. المناهج الدراسية هي محور اهتمام العالم لما لها من دور هو الأهم في تشكيل فكر وعقلية الأجيال التي ستبني الأوطان وتحميها ويكون منها القادة السياسيون والمجتمعيون. لكن مناهج اليمن كانت في درجة متدنية من كل شيء. ومن الصحافة العالمية نطالع ما جاء في صحيفة الفاينانشال تايمز تقريراً يقول أن ترامب يذكر الدول الغربية بأنها تحب الزعامة الأمريكية، وعنونت الصحيفة الدول الغربية والزعامة الأمريكية. يقول التقرير أن الدول التي تتذمر من مواقف الولايات المتحدة تجاه الدول الأوروبية تتناسى بسهولة كبيرة كيف أن فرنسا سحبت قواتها من قيادة حلف شمال الأطلسي عام 1966، وكيف أن ألمانيا الغربية وقتها كانت تستميل جارتها الشيوعية دون اكتراث بالولايات المتحدة. وتتناسى هذه الدول أيضا الاحتجاجات الأوروبية على الرئيسين الأمريكيين رونالد ريغان وجورج بوش. فالعالم يتذمر من وجود الأمريكيين في كل مكان ثم يشتكي من إهمال الولايات المتحدة له. وما يفعله الرئيس ترامب دون أن يقصد هو إنهاء هذه الازدواجية، فكلما تخلى عن التزامات بلاده الدولية شعرت الدول الأخرى بالضرورة أو من الضروري أو بالضرر الذي يلحق النظام العالمي جراء ذلك. فالدول المعروفة تاريخيا بامتعاضها من القوى الأمريكية تجتاز اليوم امتحان مواجهة الصعوبات دون الولايات المتحدة. ويرى الكاتب أنه من الطبيعي أن تنفض الدول الغربية عن الولايات المتحدة إذا وجدت أن واشنطن غير ملتزمة في علاقتها الأوروبية. ويفيد التقرير أن الصين تمتلك مقومات الزعامة، ولكن ما من دولة ديمقراطية ترضى بأن تدور في فلك الصين، كما أن غالبية الرأي العام في بقية أوروبا وآسيا وأفريقيا تفضل عالما تقوده الولايات المتحدة على عالم تقوده الصين أو يقوده البلدان أو لا تقوده أي دولة. واقعة غريبة لم تتضح كافة تفاصيلها بعد حصلت في بلدة شرق هولندا، حيث اكتشفت الشرطة أسرة تعيش داخل قبو في عزلة عما حولها منذ عدة سنوات بانتظار نهاية العالم. فكيف تم اكتشاف الأسرة وما هي ملابسات الواقعة؟ نطالع من موقع الدي دبليو بعنوان: أسرة هولندية تعيش في قبو لسنوات انتظارا لنهاية العالم. وقال الموقع إن الشرطة الهولندية صرحت بأنها أجرت تحريات كاملة عن أسرة تم العثور عليها داخل قبو بمزرعة نائية في هولندا حيث عاشت لعدة سنوات. وفقا لتقرير الإذاعة الهولندية عاش رجل وأبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 عاما في
عزلة كاملة داخل قبو مزرعة نائية بقرية هولندية، حيث كانوا ينتظرون نهاية العالم. وقال رجل يعيش قريب من المزرعة لوسائل الإعلام المحلية أنه أخطر الشرطة بعد أن اتصل به شاب مرتبك وأخبره بأنه لم يخرج من القبو منذ 9 سنوات، وأضاف أن الشاب أخبره بهروبه من القبو وحاجته إلى المساعدة، لتتوجه الشرطة إلى المزرعة حيث عثرت بالفعل على 6 أشخاص هناك. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المزرعة بها حديقة خضروات كبيرة والعديد من رؤوس الماعز، ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات. صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم تعرضها صحيفة الديلي تلغراف، نشاهدها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. رسوم كاريكاتورية تصف الأحداث وتسرد القصص وتنافس الخبر والصورة، نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.